اللهم يجعل البركة في مسجدكم هذا وفي صلاتكم وفي مصليكم، ويجعلكم ممن ينتفع بهذا المكان، كل مكان تصلون فيه يشهد لكم يوم القيامة، وكل مكان يشهد لكم يوم القيامة يشهد لكم مثله في السماء، موضع يرتفع فيه عملك الصالح. احرصوا أن يكون هكذا حالكم في المسجد، حال عبد دخل عند سيده العظيم، ولذلك يستحق الأدب. نحن لا ندخل المسجد إلا وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي ركعتين: تحية للمسجد. تحية المسجد ما معناها؟ معنى احترام لبيت الله. ما مقصود من تحية المسجد؟ مقصود من أول خطوة، من أول لحظة، من أول دقيقة دخلت المسجد حتى لا تنسى، مطلوب تصلي ركعتين احترام للمسجد. ليس من الأدب أن نعطي ظهرنا إلى القبلة، ليس من الأدب أن نمد أقدامنا إلى القبلة، ليس وليس وليس من الأدب المكث في المسجد بغير الوضوء. وحرام الغيبة في المسجد والنميمة والضحك واللعب. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك سنجد ثمرة عبادتنا في المسجد، وعند ذلك سنجد ثمرة الموعظة في المسجد، عند ذلك سنجد هذه البركة في المسجد ونحملها إلى خارج المسجد.